أشيل. طبعا احنا نرى ان كل طريقة ممكن ان احنا نستعملها للقرب الى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، كل طريقة نأمل ان فيها قرب الى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، ولكن احنا نحذر من ان تكون هذه الطريقة فيها غضب لله، وبدل ما يكون قربة يصير ابتعاد، بدل ما يصير قربة يصير ابتعاد. انجي إلى قضية الأناشيد. قضية الأناشيد شنه المشكلة فيها؟ أول الأناشيد فيها أمرين، فيها الصوت اللي يؤديه المنشد، وفيها الموسيقى التي تصاحب هذا الصوت، فيها الصوت وفيها الموسيقى التي تصاحب هذا الصوت. أما الصوت ماله فمطلوب من عنده أن لا يكون مشابها إلى مجالس الفسق والفجور، وألا يكون فيه ترجيع مطرب إلى سامعه، ما يكون فيه ترجيع مطرب إلى سامعه. يعني حتى لو شلنا الموسيقى أيها الأحبة، جبنا هذا أبو الصوت الحليو وقعد هني وقام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، وقراءة للقرآن خلتني أطرب، ما يجوز لي أن أسمع. حتى وإن كان يقرأ القرآن رجع بصوته بطريقة لهوية، بطريقة لهوية أنا ما يجوز لي أن أنا أسمع. هذا جزء. طبعا إذا ما قام بهذا الأمرين، أي الضابطتين مو منطبقة عليه، فهذا إحنا مو مشكلة نقول لكم سمعوه. يجي لنا قضية الموسيقى. الموسيقى عندنا في بعض الآلات عندنا فيها إشكال، لأن وردت فيها روايات معينة. المزمار وردت عندنا روايات فيه، العود وردت عندنا روايات فيه، فاستعمالهم بشكل حقيقي. يعني شنو بشكل حقيقي؟ يعني هذا لما راح يسجل في الاستديو استخدم المزمار، هو الآلة، هي ما استخدم الصوت الخارج المشابه إليها، استخدم الآلة أو استخدم العود، هو جابوا إليهم واحد يضرب العود وضرب إليهم العود بنفس الطريق. هذا عندنا مشكلة فيه إذا استخدم هذه الآلات. فعشان كذي لما يجيبون الأخوة إلينا بعض الأناشيد، نجي نسألهم إحنا استخدمتون أي آلات فيها؟ أكثر الموجود عندنا أنهم يستخدمون الأورج، والأورج هذا موجود فيه كل الآلات، مو نفسها صوتها، ليه مقدرة معينة أن يطلع أصوات الآلات بهذه الطريقة يجوز أن احنا نستخدمه. يبقى عندنا الضابطة الثانية وهي مناسبته إلى مجالس الفسق والفجور. أنا أجي أشوف هذا، وطبعا هذه المناسبة من اللي يحددها أن هذا يناسب مجالس الفسق والفجور وهذا ما يناسب؟ شو تقولون أنتم؟ من اللي يحددها؟ العرف. أحسنتم، من العرف؟ السؤال هذا من العرف؟ العرف أنا وأنت، بقية الناس، أو لا في عرف خاص؟ أهل الاختصاص هم العرف، عرف الخاص نقول. من هم العرف الخاص؟ اللي يعرفون في الموسيقى، المتخصصين في الموسيقى. أنا أجي أنا كطالب، لذلك تشوفوا أنتم بعض طلبة العلم يسمونه يختلفون، يقول لا هذه محرمة، هذا يقول واحد ثاني لا هذه محللة. يعني احنا نشرف على بعض المهرجانات اللي يطلع فيها كله كما نراه على أساس الضوابط الصحيحة، ممكن سماعة مو محرم سماعة، لكن يجي واحد ثاني يقول لا شلون انتم سويتوا، شلون مشيتون هذا، شلون طوفتون هذا، شلون هذا كذا. احنا نقول انه اهل العرف اللي هم الموسيقيين يجون يحددون، يعرفون. لذلك احنا دائما ما نعطي هذه التوصية، وكلمنا فيها مرارا، ان احنا نحتاج الى منشدين، مو بس صوت حليو ويعرف يعني يلقي، لا، نحتاج الى منشد متفقه، ونحتاج الى موزع ومسجل متفقه، استديو متفقه، موسيقي متفقه. هذا يعني عرف شلون يحدد أن هذه الأنشودة من تناسب مجالس الفسق والفجور أو ما تناسب، وإحنا على هالأساس نجي نحدد. لذلك إحنا في المهرجانات، مو بس إحنا يعني كطلبة كمتخصصين دينيين، لا يكون يعني بعدهم كذلك
موسيقيين وهم كذلك متخصصين في الأصوات، وكلهم يعطون رأيهم. في النهاية إذا شفنا أنه فعلا فيها الحرام بين ما نطوفها، لأن فيها مسؤولية شرعية علينا وفيها مسؤولية شرعية على الناس اللي بيسمعونها. طبعا من هني أنا أقول إلى الأحبة أن أنت روح راجع شنو هو يقول فقيهك في هذا الجانب، لأن مثلا عندنا بعض الفقهاء حرام، مو بعد موسيقى وكذا وكذا، لا أقل الطرق حرام. الشيخ زيد سيد القلبيقاني الفقهاء القدامى يقولون هذا الشيء، فلذلك أنت لازم تراجع فقيهك وتشوفه شنو يقول في هذا الجانب.